مؤسسة تكريم أمريكا تكرم في مدينة بوسطن في الولايات المتحدة شخصيات تميزت في مجالات عدة، خطوة تسلط الضوء على التأثير الإيجابي للانتشار العربي في الأمريكيتين. أحمد بدر كاتب عراقي أمريكي ورجل أعمال، نجلاء سعيد ممثل وكاتب فلسطيني أمريكي، دكتور الياس زرهوني جزائري خبير بمجال الأشعة والهندسة الطبية الحيوية، هن ثلاثة من بين سبع شخصيات أمريكية من أصول عربية تروي إنجازاتهم بكافة المجالات قصص نجاح ببلاد الاغتراب، شخصيات استثنائية قررت مؤسسة تكريم أمريكا تكريم بجوائز ضمن حفلة بنسخته الثالثة بمدينة بوسطن الأمريكية، وضم نحو 500 مدعو من أهل السياسة والثقافة والعلم والفنون والأعلام والأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية. الجوائز تنوعت بين القيادة البارزة للأعمال، الإبداع الثقافي، التنمية البيئية المستدامة، الإبداع العلمي والتكنولوجي والمبادرين الشباب. جوائز بتهدف مؤسسة تكريم أمريكا لمؤسسة الإعلامي ريكاردو كرم لتعزيز الروابط ومد جسور التواصل بين المجتمعات المختلفة. Let us seize this moment to build bridges and unite people from across the globe. And تكريم أمريكا will continue this legacy for generations to come. Reaffirming our commitment to creating a world where kindness and empathy. And if you really try. وفعالية المؤسسة ما اقتصرت على حفل الجوائز، إنما شهدت أيضا منتدى جمع 16 متحدث متميز من مختلف المجالات، شاركوا تجارب ووجهات النظر حول مساهمة العقول العربية الأمريكية داخل مجتمعاتهم وخارجها.